لفلسطين المحتلة سلام وتضامن وإحساس مميز من نوع خاص في قلوب السوريين اللي عبروا عن حبهم، وكل شخص من مكانه من منبره قدر يوصل رسالته ورسالته المحبة ليدعم القضية الفلسطينية ويعبر عن حبه لأهلنا في فلسطين. وأكيد لا الحرفيين كان لهم دور وكلمتهم بالمشاركة من خلال المشاركة بالمعارض والبازارات. يا هايدي، أكيد يا للي، يعني تعودنا ضمن صباحنا أنه نسلط الضوء على الأعمال اليدوية ومشاريع الهاند ميد اللي عم تكون معروضة اليوم ضمن معارض وبازارات. هي المعارض اللي عم تعطي مساحة كبيرة وفرصة للسيدات لاستعراض منتجاتهم وإبداعاتهم. نحكي أكثر اليوم مشاهدينا عن هذا الموضوع. بيسعدنا أنه تكون معنا لليوم مصممة الإكسسوار سمية مرديني. يسعد صباحك. صباحكم. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بداية خلينا نحكي عن مشاركتك بمعرض الأعمال اليدوية المقام في مركز كفر سوسة للتضامن طبعا مع أهلنا بفلسطين. تمام. هلأ المعرض اللي نحن عاملينه بالمركز الثقافي بكفر سوسة هو معرض بيضم أعمال تراثية للحرف التراثية، غالبا بتكون إما طابع تراثي أو فلسطيني، يعني في كتير طابع فلسطيني، من اكسسوار، من الشالات، من النقش التطريز الفلسطيني، كل هاي الاشياء اللي بتعبر عن التراث الفلسطيني. معرضنا اغلبه تراث وكلياته تقريبا شغل يدوي. هو نحن باقيين 3 ايام، هو احد واثنين وثلاثه عفوا واربعه، هلا باقيين يومين بنضل ان شاء الله. تمام. يمكن لما نقول أعمال يدوية إحنا ما بس بنقصد إكسسوار، ذكرتي حضرتك أعمال عديدة اليوم ممكن تكون موجودة ضمن هذا المعرض. خبرينا أكثر عن أجواء المعرض بداية الافتتاح، كيف تم التحضير، عدد المشاركين. تمام. هلا أول شيء نحن بنشكر الدكتورة نجلة الخضراء، هي اللي كانت منظمة للمعرض. هلا المعرض بيضم إكسسوار، بيضم كروشيه، في كمان معنا فتيات فلسطيني اللي هن بيشتغلوا النمط اللي نحن عم نشوفه، شباب وفتيات، وبيشتغلوا النقش الفلسطينية كتطريز. هذا منقول التراث الفلسطيني. تمام. في كمان تراث فلسطيني، خرز هذا مشغول. هذا شغل حضرتك ولا شغل؟ هذول شغل الشباب وصبايا موجودين بالمعرض. حلو. تمام. وفي عنا الرسم، راسمين هدول صبايا صغار يلي راسمينهم، يعني الصبية اللي راسمته صف عاشر، فيعني هن عم يحاولوا انه يعبروا شيء عن التراث الفلسطيني او شيء بيعبر عن فلسطين يعني. تمام. يعني شايف الشغل شو حلو هون؟ كثير حلو، خصوصا انه عمر صغير يعني. تمام. هذا هون شباب كبار، بس الرسم صبية صغيرة يلي راسمته صف عاشر يعني. وفي عنا كروشيه، في عنا حقائب كمان، هذا فينا نقول انه خرز. اي هذا خرز. تمام. هذا تراث فلسطيني يعني، هن كثير التراث الفلسطيني بيشتغل هي النقشه وهذا النوع من الشغل. تمام. اليوم عم نقول يعني اعمار صغيره عم تكون مشاركه بالمعرض، في عمر معين اليوم حسنا لازم يكون متوفر عند الشخص حتى يقدر يشارك بهيك معارض، ام لا اذا عنده موهبه اذا عنده ابداع ممكن يشارك بهي البازارات؟ لا احنا ما عندنا على فكره اعمار محدده ابدا، يعني هنا بيستقبلوا، المهم انه يكون شغل حلو وابداع. اصلا يعني باغلب المعارض بتحسي انه في عندنا حدا مشارك صغير، يعني بشجعوه انه هو يشتغل يابدع يطلع شيء يعني. هذا الشيء موجود دائما بكل المعارض، الا ما تلاقي طاوله فيها حدا من الاعمار الصغيره او من ذوي الاحتياجات الخاصه. كمان مثل ما شايفين في مجموعه من تصاميم حضرتك، خلينا نحكي شوي عن هدول القطع. تمام. هلا انا بعيده شوي عن التراث الفلسطيني، انا بحب التراث بشكل عام. يعني انا شرقي، شغلي بحب الشغلات الشرقيه. هلا هذا حجر، يعني شفتي انا شاغلته باكثر من طريقه، باكثر من الوان، بس كثير في الوان، يعني بتحسي انه هو بتحسيه حجر طبيعي، كانه حجر كانه عن جد اخذتيه من الارض وعملتيه يعني. تمام. هيك شيء. تمام. هلا في عندك مثلا مثل هدول كمان بتحسيها بترجعي للقصص التراث القديمه اللي بتشوفيها، واللي اكثر بيعبر عن التراث هو هي القصص. خلينا نشوفه، ناخذها شوي على الكاميرا. تمام. تفضل.
يعني سمية، أنت بالعادة بتشاركي بالعديد من المعارض والبازارات، هذا الشيء مو جديد عليك، لكن اليوم مثل هيك معرض، اليوم عم نحكي عن فلسطين وعن دعم القضية الفلسطينية، إن كان من خلال عرض المنتجات اللي عم تعرضوها اليوم ضمن هذا المعرض، قد إيه مهمة هي المشاركة اليوم بالنسبة إليك؟ أكيد، يعني هلا أنا هاي المعارض حتى لو ما كنت مثلا بدي استفيد منها ماديا، بس أنا بحب روح شارك فيها، لأنه بتحسي إنه أول شيء أنت بتتشجعي، بتشوفي شغلات جديدة، تتعرفي على أشخاص جديدة، وبتدعمي قضية. يعني هو أهم شيء بهذا الموضوع كلياته، إنه نحن عم ندعم قضية، يعني قضية هلأ شاغلة مو بس نحن، يعني شاغلة العالم كله. فكتير قليل أصلاً نحن الشيء اللي عم نساويه هلأ. هو نحن بحاجة لأكثر نعرف العالم إنه نحن دائماً عنا هيك شغلات، يعني بتهتم بالتراث، بس للأسف في ناس ما بتدرى أصلاً أنه نحن في عنا معرض. عرفتي كيف؟ يعني هاي القصة بس نحن اللي منعاني منها شوي. تمام، عم نستعرض على الشاشة بعد من الرسومات اللي ذكرتيهم حضرتك. هاي الرسومات يلي هي الصبية يلي راسمتهم صف عاشر، يعني حلو، يعني في أعمار مختلفة مشاركين تماماً معكم بالمعرض. يعني اليوم سمية، وقت بلشتي بفكرة خلينا نقول الإكسسوارات أو المشغولات اليدوية، كيف بدأتي بأول هيك خلينا نقول قطعة؟ هلا أنا من الأساس دارسة بالأساس تصميم أزياء، نحن من ضمن تصميم الأزياء درسونا دورة إكسسوار، فأنا حسيت حالي إنه أنا من الأساس بحب، يعني بيلفتني الفضة، بتلفتني القطعة التراثية، الحلي اللي كانت القديمة بتشوفيها وهيك، يعني كتير بتلفت نظري يعني هي القصص. تمام. وقت بلشت أشتغل كان من ضمن الدراسة هي، بس أنا حبيت، يعني حبيت واستمريت وعطيت كتير، يعني تعلمت كتير بهي القصة. أول قطعة اشتغلتها كانت قطعة كتير بسيطة. قد ايه كان عمرك؟ يعني كنت خالصة مع هذا جديد، يعني شغلة 17-16، يعني قبل كمان كان عندي شغل هي يدوي، هواية بس ما كان بتبدأ بالأساس. تمام. يعني ما كان كتير هيك، كان قطعة كتير بسيطة، يعني هو القطعة الصغيرة بيبلش الواحد بعدين ببلش يتطور المشروع. أكيد. ويمكن لفتني خلال حديثك أنك دارسة أزياء، واليوم قديلي أزياء ممكن تكمل بعض مع الإكسسوارات؟ أكيد، يعني هلأ هي بتكمل بعض، أنك أنت بتصيري بتعرفي شو بدك تشتغلي، شو بدك تعملي، شو الشيء الألوان يلي بدك تطبقيها مع بعض البعض. يعني هي القطعة كتير، هي الفكرة كتير مهمة، إنك أنت تعطي الألوان. هلأ في كتير ناس تشتغل إكسسوار بس بتحسي ما في تنسيق، ما في روح، بتحسي القطعة ناقصة. يعني تماماً تنسيق الألوان كتير مهم. يعني هلأ أنا أكتر شيء يعني فادني بالإكسسوار وقت اللي درست تصميم أزياء هي تنسيق الألوان. ذكرتي من شوي هدول الرسومات سمية، وأنا وعدتها للصبية إني أنا أذكر إنه هي اللي راسمتها. إيه تماماً. شو اسمها الصبية مشان نوجه لها تحية اليوم؟ بتصدقي نسيت شو اسمها، كثير بعتذر منها. يعطيها ألف عافية، كثير حلوة، بعتذر منها نسيت اسمها. تمام سمية، يعني من بداية المعرض وقلتي إنه لسه مستمر المعرض، خبرينا أكثر كيف كانت ردود أفعال الناس اليوم، تفاعلات الناس مع الشغلات الموجودة ضمن هي المعرض؟ هو نحن مبارح كنا أول يوم بالمعرض وكان افتتاح، يعني ما كان لسه في كثير، ما كان في استعراض المنتجات. تمام. كان مجرد الأشخاص اللي جايين يفتتحوا لنا المعرض وشوية زوار يعني بالإضافة لها. هلا اليوم نحن عنا هلا يعني مبلشين من الصبح بكير بالمعرض، لانه في طلاب، يعني هو المركز الثقافي فيه دورات، فنحن كمان بدنا نورجي هذا الشغل للطلاب لتتشجع كمان. موجودين اليوم من 9 ان شاء الله، يعني او 10 تقريبا هلا، وباقيين يعني لتقريبا شي الساعة 5-6، وبكره كمان ان شاء الله بنفس التوقيت. سمية، في اعمار صغيره مشاركه بالمعرض من خلال المنتوجات يعني اللي عم نشوفها او القطع؟ هلا في صبيه هي يلي قلنا صف عاشر، في سيدات بقى هيك، هلا هي الوحيده اللي بعمر صغير. بعدين في عنا سيدات يعني هن بيشتغلوا بالمنزل، يعني سيدات منزل يلي أبدع بالمعرض، في كتير شغل حلو سيدات دائما، واغلب المعرض فيه سيدات. يعني اليوم وقت بيجي انت بتحبي مثلا انه تدمجي الاطفال بهذا الشيء او تدربي او تساعدي بهيك افكار، او وقت بيجي لعندك خلينا نقول اطفال باعمار صغيره في منهم عندهم مواهب يعني بحاجه لحدا يدعمهم، قديش انت ما بتحبي هذا الشيء؟
انا كنت درس اكسسوارات وتصميم ازياء بالحالتين وقت اللي كنت درس كان يجيني اعمار صغيره فكنت استقبلها يعني انا احب اني اعلمهم هذا الشيء لانه اصلا انت بتعلميه من وقت ما كان صغير بيصير بابدع يعني حتى بالبيت وقت بكون قاعده عم اشتغل وبيجوا لعندي اولاد اخي بخليهم يجوا يشتغلوا يخبصوا يعني يعمل شو من كان المهم انه هو يعني يتعلم يبلش يشتغل شيء وقت بتعلميه من هو صغير او وقت بشوف الشغل بشوف حدا عم يشتغل بايده من هو صغير بحب اما البيت اللي ما فيه شغل يدوي او ما عم يشوف تمام. حدا عم يشتغل او ما له مثلا ولا مره فايت متفرج على شيء ما بتحسي بيلفت نظره صحيح. بس وقت بيكون مثلا من الاساس عم يشوف شغل يدوي عم يشوف حدا عم يشتغل قدامه عم يروح يتفرج على معرض بصير الولد بيبدع وعلى فكره وقت بتعلميهم من هن وصغار بيبدعوا اكثر من وقت بيتعلم الواحد على كبر يعني بصير بيعطي اكثر هلا انا لي بنت اخت مسافره مني تعلمت من على يعني تشجعت وصارت تشتغل بس من انه مكالماتي مع على النت بتعلميها كثير حلو بس يعني صارت تشوفني انا شو عم اشتغل وشو عم انشر على الصفحه تشجعت صارت تجيب خرز وهالقصص هي وبتعرف تشتغل وعم تصور وتبعت لي انه شوفي انا عم اشتغل اكثر منك شوفي انا عم اعطي رغم انه عمره صغير بس ابدعت لانه شافت حدا عم يشتغل قدامه اكيد ويمكن اي شيء اليوم نزرعه عند اطفالنا من الصغر هذا الشيء بيكبر معهم للمستقبل وكثير بيفيدهم سمية خلينا نحكي اليوم الاعمال هي قد ايه ممكن اليدويه تفيد السيدات بشكل خاص يعني لجانب المردود المادي اللي ممكن تحققه قد ايه ممكن تحقق العديد من الفوائد اليوم من خلال الاعمال اليدويه اول شيء هي بتحس حالها انه هي عم تعمل شيء انه هي مالها بس بالمنزل بس لحتى تشتغل اعمال المنزل اذا كانت سيده منزل او لتطلع تشتغل بوظيفتها اذا كانت موظفه يعني بالحالتين في ملل يعني عرفتي كيف في حاله ملل لما نبدا تجي تشتغل شغل يدوي اكيد لحتى تطلع من هذا الجو يلي هو اجباري رح يكون موجود يعني الشغل اليدوي اول شيء بيفرغ طاقه هي كثير مهمة يعني وانت عم تشتغلي بيمشي الوقت من دون ما تحسي كثير هذا الشيء مهم ثاني شيء بتعطي يعني بتحس حالها هي عم تنتج عم تبدع عم تنتج عم تشتغل شيء يعني بالنهاية وثالث شيء هي عم تجيب مردود مادي يعني اذا اشتهت غرض ما في داعي تروح مثلا يعني تفكر 100 مرة قبل ما تشتري لانه هي هذا يعني المردود اللي جاية هاد إضافة ما له علاقة ولا بأي مردود تاني جاية يعني في كتير منافع للعمل اليدوي وأهم شيء بيناتهم أنه هي عم تعطي شيء تماما يعني قديش اليوم مهم أنه كل سيدة يعني بهي الظروف الصعبة أنها تعمل شيء وأنت اليوم الشغل اللي عم تشتغليه هي المنتوجات اللي عم تعمليها بحب وهواية خلينا نقول ودراسة لكن اليوم لما انت هيك قررتي تشاركي بالمعرض لهيك تعبري عن حبك للقضية الفلسطينية لأهلنا بفلسطين شو كان شعورك بهذا الوقت؟ هلا هو انا اقول لك يعني رايحه على المعرض بتفرج يعني على المشغولات الفلسطينيه عم ازعل اول شيء انه نحن وصلنا لهون يعني شيء بزعل لما بتشوفي ولد عم يعني عم ينقتل هيك ببساطه يعني هذا الشيء كثير يعني بخليكي اصلا انك انت هيك تغصي يعني في غصه يعني نحن صح رايحين على معرض وعم نعطي منتجاتنا عم نعرف العالم على المنتج الفلسطيني حصرا بما انه هو يعني كثير مهتم المعرض بهذا الموضوع بس بتحسي في غصه يعني بشكل عام لازم بس لازم نكمل ولازم نعبر ونعطي انه نحن موجودين هذا تراثهم ما لازم ينتهي يعني عرفتي كيف؟ كثير مهم هذا الموضوع بس اقول لك انه يعني ما في غصه لا في يعني نحن بالمعرض حتى ونحن قاعدين مع بعضنا يعني في الطاوله عاملين مثل يعني الاطفال الصغار توابيتهم يعني وهيك شغلات فبتزعل يعني رغم انه نحن هذا مجرد تمثيل يعني بس هو يعني بزعل يعني بتحسي حالك غاصه يعني بتمنى انه نحن نخلص انا دائما يعني ضد الحرب بكل اشكالها وين ما كانت وين ما كان بحب السلام يعني ما بحب شوف ناس عم تموت بهي الطريقة يعني خاصة أنه في أطفال يعني أنا كتير بتأثر أكيد فيني أكيد. هاي القصة أقول لك أنه نحن هلأ قادرين نعطي كتير لا للأسف يعني
بس قدرتي انه بهذا من خلال هذا المعرض أكيد. انك تعبري يعني على بالشيء اللي بتقدري تعبري عن حبك تمام. أكيد. لاهلنا بفلسطين تمام أكيد. سمية خلينا نحكي عن موضوع التسويق اليوم. اي شخص عنده مشروع او فكره معينه بيلجأ للتسويق ان كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي او كان على ارض الواقع مثل ما ذكرتي من خلال المشاركه بالبازارات. اليوم انت ايه بتفضلي اكثر لتسويق منتجاتك؟ انا بحب التعامل المباشر مع الناس عشان يشوفوا القطعه على الواقع بكون يعني قد ما صورتي القطعه بطريقه احترافيه وبتجنن تظلم القطعه احيانا صحيح. يعني تمام او ما حتوصلي الفكره تبعها يعني ما حتقدر العالم هي المسكه الايد الحجر اللي هيك يعني بتحسي احيانا في هيك تواصل مباشر بين الانسان وبين الشيء اللي عم يمسكه يعني او عم مو بس بالنظر. وانا بشكل عام بحب كثير التعامل مع الناس يعني يمكن وقت ببيع القطعه بقعد ساعه بحكي مع الصبايا يعني هيك كثير بحس حالي انا انبسطت يعني اما اقول لك انه هي القصه بس تسويق لا يعني نحن بحاجة التعامل المباشر مع الأشخاص. بس ذكرتي نقطة إنه بتحكي اليوم مع الصبايا. طيب اليوم ممكن أي صبية يكون بباله شيء ممكن ما يلبق له. أنتي مع إنه الصبية اليوم تلجأ للموضة أم لا خلاص هي شو بيناسب لها أكثر شو بيناسب لبسها شو بيناسب تيبها هيك أفضل ممكن تنصحي؟ أي طبعا يعني أنا بقول لها لا مثلا هي القطعة ما بتلبق لك خذي هي القطعة لا هي القطعة هيك يعني كثير هي ما بقدر يعني لازم اعطي وجهه نظري يعني هي سمعتها ما سمعتها يعني هاي شيء ثاني بس انا لازم اعطي وجهه نظري اكيد. سميه يعني بدنا نتشكرك وبدنا هيك كلمه اخيره من حضرتك يعني بنهايه هاي الفقره. هلا انا اهم شيء بتمنى انه يزوروا المعرض لانه عن جد هو فيه كثير منتجات حلوه بتعبر عن التراث الفلسطيني. يعني هي اكثر شغله انا هلا متمنيه انه الاشخاص مثلا اللي بيتها قريب تنزل تتفرج حتى لو بدها تشجع السيدات اللي عم يشتغلوا بقطعه ولو صغيره يعني تعتبرها هيك ذكرى من هذا المعرض. اكيد بالختام مع يعني مصممه الاكسسوار سمية مارديني نورتينا وشكرا لك ويعطيكم الف عافيه وان شاء الله بالتوفيق للمعرض. شكرا لك وبالتوفيق يا رب. شكرا للاخبار يا سمية.